أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا ارفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي
جهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لهم مغفرة إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم
يا حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من والله عليم حكيم.
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
صدق الله العظيم. الفاتحة.